السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف النهاردة السمان بتاعنا بعد اللي حصل. طبعا يا جماعة انا كنت قايله لكم ان انا شكة ان معظم السمان ده ذكور. طبعا طلع كلامي في محله واكتر من 3/4 السمان طلع ذكور. زي ما انتوا شايفين ده اللي فضل معانا من السمان الابيض من 10 سمانات. وطبعا زي ما انتوا شايفين مش واقفين اصلا هاديين، يعني فيهم واحد عامل برضو مشكلة. كان هما فضل 4 بس كان فيهم واحدة جناحها مكسور، ولما دبحتها لقيتها نتاية. طبعا الذكور كان عملوا مشاكل كتير جدا جدا، فاضطرينا ان احنا ندبحهم. طبعا ولما دبحتهم وانا بنضفهم لقيت فيهم 3 جناحاتهم مكسورة، لان طبعا كانوا بيضربوا في بعض قوي. طبعا زي ما انتوا شايفين ده السمان الاسمر مفضلش منه غير دول 6. طبعا شك فيهم، طبعا هم فيهم ذكر بس انا شك كمان ان فيهم اكتر من ذكر كمان، يعني هنضطر لما يبان اكتر ان احنا ايه نذبحه. طبعا بيبقوا ساعات خايفين من بعض، في واحد بيبقى ايه اخر جنب كده ما بيتكلمش عشان خايف من اللي اقوى منه. زي ما انتوا شايفين هم دول اللي فضلوا معايا، بس ان شاء الله باذن الله هسيبهم يبيضوا ان شاء الله، وهبدا ان انا افقس منهم لحد ما نبدا ان احنا نجيب امهات تانية نربيها باذن الله مع السمان الابيض. زي ما انتوا شايفين السلاكه عندي فضت فوق خالص اهي، ما عادش فيها سمان، ما عادش الا هم الثلاثه البيض اللي تحت دول والسته السمان الاسمر. طبعا ان شاء الله هبدا ان شاء الله باذن الله لما يبداوا يبيضوا لانهم لسه ما بيضوش، ان انا هبقى اخد منهم بيض وافقسه واطلع منهم ان شاء الله باذن الله. مفيش حاجه يعني هتوقفنا، احنا ذبحنا الذكور وهناكلهم عادي خالص. إيه كل ان يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وعادي يعني انا متعوده ان انا ما بطلع عندي نسبه ذكور عاليه بتبحها، بس مش متوقعه ان هي تكون بالكميه الكبيره دي بصراحه. يعني هو المفروض احنا كنا جايبين قطيع علشان نعمل منه مشروعنا، بس قدر الله ما شاء فعل. زي ما انتم شايفين كده ما فضلش منهم غير دول. طبعا انا بحب تربيه السمان الابيض قوي، بس ما فضلش الا دول. وكمان يعني انتوا شايفين فوق واحده اهي واقفه مش راكزه برضه، عامله مشاكل ورشها منتش واقفه مش طايقه نفسها. فهي لو فضلت عامله مشاكل كتير قوي يعني هي بتضرب اخواتها برضه، هضطر انا اذبحها برضه عادي، يعني مفيش اي مشكله خالص. فهو يعتبر كده المشروع بتاعنا يعتبر انا باظ، يعني لان طبعا هم كانوا 20 سمانه ما فضلش منهم من الحبه دول. فان شاء الله باذن الله باذن الله هنشتري امهات، يعني امهات لوحدها كده مش هنجيبها صغيره، هنجيبها كبيره شويه علشان نقدر نميزها، علشان ايه تبيض عندنا ان شاء الله، ونبدا ان احنا نحوش بيضها ونعمل منه المشروع بتاعنا اللي هو اللي زي اللي كان قبل كده ان شاء الله، ونبدا ان احنا نفقس ونطلع كتاكيت عندنا ونربيها ونعمل فيديوهات جميله انتوا تشوفوها معانا باذن الله. لان كده ايه يعتبر قليل عندنا السمان، وهنبدا ان احنا ايه برضه هنحاول. زي ما انتوا شايفين كده عادي طبخت الذكور عادي، زي ما انتوا شايفينها كده سمان زي العسل، مفيش اي مشكله خالص هناكله، يعني مفيش اي مشاكل. وبكده يكون انتهى الفيديو. اي سؤال او استفسار انا تحت امركم باذن الله.